رحله وهذا انتصار كثير قوي لحزب الله للحكومه ولكل اللي اشتغلوا على الموضوع. بالكتاب المقدس اجى المسيح حتى يطلق الأسرى ويعطيهم حرية، فالحرية مهمة كتير، هي عطية من عند الله. يا ام انور يا سيدي، هاي علي يا ام علي، يلا حبيبي يلا. بكرة علي ابن احنا عم نشتغل ان شاء الله. معقول يا كارا؟ ساعة ناطرة على احتياجات يوم كله.